وتشوف ايه كاع. انا لا بغيتي تشوف اخويا اش بغيتي تشبع تشوف اش بغيتي تشوفي ما كانش ساتش باف وجهك صاد فيك غير انت. انا انسان سخون. شتوني ياك واش الدراري والدريات واش العزاوه والعزاويات رياكسيون جديده. بدا اول حاجه شوفوا معايا هاد الطربوش ديال الايسا يا معلم. غبرت الدراكم عرفتوا لي ظروف خاصه فهمتي بغيت نلبس هاد الطربوش ندير الرياكسيون ولكن مخسر ليا الديكور فهمتيني. راه هاد الطربوش اللي هو داير بحال هكا مخسروا ليا كاس. اول حاجه الدراري نقول لكم تحشكم بزاف 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 العز بكم. كي تشوفني غبرت بداو تجيو الانستغرام اللي هو هذا راه تيطراو فيه بزاف ديال لعيبات انستغرام يا المعلم فهمتيني. زعما غير ما بغيتي تجي تجينا واحد تما وتزهب على تما واللعيبات. ثاني حاجه بغيت نقول لكم يا رمضان مبارك كريم وسعيد. وقت انا هو اول واحد قلتها لك حيت انا بعدا ما صيفط علي حتى شي واحد. ما بقاوش الاجواء تاع رمضان ما عرفناش اش طاري ما بقى حتى شي واحد تيصيفط لي رمضان مبارك سعيد شي مناسبه يصيفط لي مبروك العيد عواش مبروكه ما عرفتش اش درت لبنادم. واش حيت ما بقيتش تنهضر مع بنادم ولا حيت بنادم ولا منغرق على راسو ما بقى حتى شي واحد تيصيفط لي شي مبروك العيد ولا شي حاجه ولا يقول لي جوانيز دانيفيرسير ولا والو ما تيت ما والو. وليت نتلاقى مع بنادم تنعرفو تيقول بوجوبة وما بقاش بنادم بغا يهضر. انا راه بغيت نهضر مع شي واحد راه انسان بغيت نفرغ. الله يا خويا الله حشومه عليكم. المهم هادشي اللي كاين العز بكم الدراري. نرجعوش على الرياكسيون بغيت نقول لكم بان ان شاء الله كاينين لايفات طوال شهر رمضان تويتش كلشي غادي يدوز لتويتش وكلشي غادي يضرب واحد الفولو تما حيت اللايفات كل نهار هاد المره فريمون غادي اللايف. اول لايف غادي يكون ان شاء الله في اول ايام رمضان ان شاء الله مع اكزاكتومون مورا الصلاه تاع التراويح. نصليو ان شاء الله عمر الكريشه ما تشربوش الحريره بزاف وتغلقوا وتغلق داكشي بالادب كل طميره. المهم داكشي كدا ماشي تخاطي فوق كدا هادشي اللي كاين. غتلقاوني لايف في تويتش لاشين تاعي تويتش يا جا الدراري زدايا. الا كنتي اول مره تشوف محمد الصابر غادي تنزل لتحت غتلقى واحد صابوني حمراء ما قاد الضربه تولي كري واحد الجرس غادي تجري ديك الطق باش يجي القناه الثانيه تاع يوتيوب يجي اي ريزو سوسيو تاعي خاص بيا تلقاو لتحت. كاينين بزاف تاع لي كونسيبت غادي تراهم في ديسكورد يعني تنصحكم تدخل ديسكورد اللي هو هذا ولا ضباب الله وغتلقاو حتى هو في الديسكريبسيون. كريت واحد الشين ثانيه ديال الجيمنج اللي غادي نبدا نحط فيها بزاف ديال الكونتوني ديال الجيمنج حتى هي غادي تلقاوها في الديسكريبسيون. هادشي اللي كاين وان شاء الله جو رياكسيون والعز بكم. ولا ما درتيش جيم وما درتيش كومونتير حتى ماشي ولد بابلاش خاسر ما خاسر هو تتفرج في الفيديو دير جيم دير كومونتير ونيكس مالك اخويا على هذا الحسد وشهر رمضان هذا وخاصك يكون قلب كبير. ليتس جو احباس معلم في الغد هذا الفيديو هذا شوف ماشي بحال اي فيديو. هذا الفيديو فيه سبونسور واخيرا وهاتي وهاتي يا لالا صافي عادي ديال سبونسور صفيحه سبونسور ديال هذا الفيديو هذا اللي هو ساند ويف. ساند ويف هو احسن ابليكاسيون باش تصيفط الفلوس. انا كنتي في هاد البلد هادو واحد معايا ودنيك مزيان اللي هما سبليون فرنسا ولا بلجيكا ولا الالمان طاليان ميريكان وكندا. انا كنتي في هاد الدول هادو ممكن تصيفط الفلوس منهم للمغرب اسرع طريقه. خليني نجيك الطريقه اللي تمشي للكيشي وتقلب لا والو تدزي التليفون وتشارجي لابليكاسيون تاع ساند ويف فهمتيني. تقلب على لمن بغيتي تصيفط شحال المبلغ بغيتي تصيفط وتصيفطهم في الحين وفي البلاصه. هادشي اللي كاين ساهل بلا يا المعلم. هادشي اللي كاين ضروري خصكم تستعملوا الكود ديالي اللي هو صابيري باش تستافدوا من 100 درهم. دابا انت تشوف فيا ممكن تربح 100 درهم 100 جيغام 10 اورو ديال الله. اشنو هو المعمول؟ المعمول هو تدخل لابليكاسيون اللي هي بحال هادي وتتلقى واحد الكادو هو تورك عليه. هذا الكادو هذا تيعطيك واحد اللين داك اللين تكوبي وتتصيفطو لصحابك انفيتي باغ واتساب اللي بحال هذا تختاروا على شي واحد من الواتساب اللي تنعرفو غنختارو هذه المعيه خطا باش نصيفطو ليها وغتربح شي 100 درهم 10 مبروكه. وستاند ويف احسن ابليكاسيون باش تصيفط فلوس من الخارج للمغرب. فيصل حمد الله يحفظك. هو هذا جايب الموظف خدام عند الشركه العامه ولا هذا خونا هذاك اللي تيقول لك هذا هو اللي تيقنعك شد التكريجي وتيفني لك حياتك وتمشي تكملها في الحبس بحال هذا النوع هذا لابس هذيك ما عمرك تثق في شي واحد لابس كوستا كرافات نجيك من الاخر تلقاهم كلهم فيك بحال دوك الاي كوميرس. انا بعدا هذا يقسم عليا ما نتيقوش هذا يقدر يبيع لك دار وتسني على الموت ديالك بلا ما تدري في شي سينياتور. هذاك انت سميتي ياسين شو سميتك؟ وانت باقي كاع ما قلتش لا السلام لا حتى الدربان هذا وباقي ما حدش قاع والله دغيا السلام انا سميتي ياسين ماك اخويا. شنو تخير رشيدة؟ رشيدة شحال في عمرك؟ 19 قلتها ولكن باش عاجبني واخد الموقف في الهضرة الهربة. كان 19 كنقرا الماني وسكن في كازا. انسان فهمتي قدمي على راسك انا كنت
كيفاش قدمي لنا راسك راه حنا قدمات لك راسها سميتها فاتحه وما عاد خديجه عندها 19 عام بنت زعما ما كتسكن يعجبني هاد الدريريات هادو اللي تيكونوا هما برتقاليين وتيكونوا مرشوشين بواحد النقيطات بحال العسل والله بحال سليل ولا بحال النافع فوق الشباكي داك الجنجلان وتيكونوا كيوت والله عزيز عليا شو هذا كانت ليمونيه والله العظيم الا طنتوج بها كاع انا ما عنديش مشكل دوك اللويمينيات اذا تلقاهم خميريات وتلقى شعرهم في الليموني وتلقى فيهم واحد النقيطات منقطين وهما مرشوشين بحال داك الجنجل اللي في الشباكيه والله العظيم تنتوج بهم عزيز عليا داك النوع تاع الحماق عليه دابا وليت كتكفر بعض في الرباط هكذا شي حاجه اللي كتبها يونيك فراسك الرجل ولا خصنا نعطيو بعض الحقيقه بانه بنات الرباط متيتزاد والله العظيم الا بنات الرباط متيتزاد واحد دابا انا ندير معكم حلقه في يوتيوب مع عند الله واحد كاتب ليا في اللايف تويت انا ما طرقش اللايف فاش كاتب ليا تحيه لهاد الدراري هذا حيت دابا كتب لي عندي دوز معنا في هاد الفيديو الله تندوزو شو هذا اش كاتب لينا اطلق اللايف وضح حرام وديرك سبه سميتو الريد فات ماك اخويا على هاد السبه هادي راه اللايف قلنا لك غادي نتلاقاو في الاول الشهر صاحبي ماك مزرو الاول رمضان غنتلاقاو في رمضان عرفت وانت شناهي الحاجه اللي كتحس بها مميزه فيك لابس الكوستيوم خلي الدبيبيله تاع عبد الرؤوف الله يرحمه والسلام ضرب حطات لي سبيشال على الناس الاخرين كلبش شي حطات سبيشال الا نسنا دوك الحطات ديال صحاب البنكه وصحاب دوك الاي كوميرس زعما دو مصر راه تشوفوا بعدا تخرج الكوستيوم هي واحد الزي رسمي للمناسبات الرسميه الزواج انا بعدا قسما بالله وحق الرب باش يحلفوا الرجال ما عمرني لبست كوستيوم قسما بالله ما عمرني لبستو في حياتي كاع حتى المونطاليه يمكن فهمتي مكتسوقش بنادم اخرين اللي تتحس بهم ماشي اليج مكري جياد هو هنايا بالرجل بدا عند الحلاق يحس لك هاد الغفلات تاع دابا تسميه ستيل ورا ملي رديتو الغفلات هي ستيل انا راه شرفت اوكي شنو هما الاهداف ديالكم في الحياه عجبتني الدريري اول حاجه ما تهضرش بزاف ما ديرهاش الماكياج تنحترم ديما الدريري ما ديرهاش الماكياج وبانت ليا مثابته ولكن شوف خوف من الواد كوتيو ما تخافش من الواد ضروري بحال هاد النوع اللي تيسكت على ملاش تحت داك الراس تحت داك التنقير المهم الحمد لله عندي بزاف ديال الاهداف كنحقق شويه انت متى شنو من ادوتك الحياة؟ ياش تضرى معري ماشاكش البرد اخشي كنا عندي شي صحابي اللي كيسبورتوني شي فاميلي اللي ديما تبقى معايا طيب شنو هو هذا واش هدف هذا واش شت الحمد ترى ماشي هدف اخو نسير هدف راه عائلتك تسبورتك وكذا راه ماشي هدف واخا هو في المغرب هدف حيت ديما العائله تكون ضد الشعب هدف تاع كيقولها بغيت نكون بيلوت بغيت نسوق طياره بحالي انا ما كرهتش اخويا نتلاقى مع شي شخصيه باريزه نتلاقى مع كريستيانو انا بغيت نتلاقى مع جلاله الملك صافي عاش الملك اخويا فهمتيني ونتحدث معاه ولا ندخل اخويا للقصر شي حاجه اللي زوينه فهمتيني ندير شي طوموبيله لامبورغيني المهم تولي عندي شي ريستورا سميتو ولاد باب الله هادو هما الاهداف في الحياه تكبر نتجمي للحج تقول لي يا صاحبي انا يا سبورت هذا ماشي هدف اخويا ماشي هدف سبورت ماي في اي حاجه بلان علاش دابا ما كاينش الثقة في الحياة ما عندكش عقلي لا هادشي ديالي راه غريب هاد الكونفرساسيون هاد الديالوغ غريب ما عرفتش تدبروا على هاد النقيلات هادو الكواليس هادو بقاو معايا ديما انا غادي نعطي لوبينيون ديالي بانه نورمالمون راه البنت اللي خصها تضغط على داك الزير اذا دخولها ما عاديش ولا بيفليكسي ولا ما المهم غنشوف واش بيط انا ما فهمت والو كرينج هادشي كرينج بجي ولا علاقه سبقك واش تطلي اش تبغي تشري وين دايفا خاص راك تبغى انا تبقى معني تطلي هو ماشي مشكل واحد الطيران المره الجايه ان شاء الله السلام فين صوب والله الا بحال قلت لك كرموس النزاره بالله كرموس المشوب علاش دريتي السيوا هاد الالوان الغريبه انا راه البنت ممكن تكون سامبل تعجبني ما محتاجيش تشري بزاف تليفون والله العظيم زعما راه خاوت كلشي مزيان سميتها مريم ناري ما تقوليش هادشي هي اللي جابوه بداك ليبيزود ولا عاد بنادم ما جات طوانك بحال هكا وهاد السبيد هذا ديال الميطار سميتها ياسين ياسين في كازا فين ساب ساكلا في تمسنا اما الموضوع الناد فون هذا اخر عصبني هذا يبقى انسبيري هذا من داك اندرو تيت وداك السبيد ديال جوجل هو دابا تيوري ديك الريد بيل والفيغ بيل وداكشي ديال ماتريكس خصك تهرب من الماتريكس وداكشي هاد السبيد شوف هذا غير حافظ ما قاريش هذا غير حافظ هذا جيبوا لنا اخويا داك اللي جبتوه قبل ناتشوري هذا مصنع فيك هذا فيك هذا بالجد عرفت فين لا بدات ما بين جات المرض وحده تماره صافي تماره في عجبني الصال ديالك شنو هي تماره؟ جينا كاين هاد التماره صراحه ما عمرني سمعت تماره اول مره تقريبا بحال ديالك داكشي اللي بان لي ديما كنقولوش هكا كل مره واش على حساب عندي كيعجبني هاد الصال اكثر من الصال الاخرين اللي كرتاح فيه اكثر اوكي صافا عندي واحد عميق هذا لابس لا العمق هذا بلا كوستيم هذا شنو انت 19
كلشي انا اللي نجي تسدو شي نعم ومسالي راسي مقابل هاد الحبسان بس كنت في كازا واش كتقرا في المانيا المانيا واش دابا المانيا دومين واش تقرا ليكونومي تقرا الدروا فرونسي واش دابا المانيا تتقرا هذا فينومين هذا بالروج ديجا خديتي الباك ديالك هادي راه اوكي باغي تمشي لالمانيا مزيان ان شاء الله اوكي قولي لنا ثلاثه الحوايج عجبوك في مريم الصايل ديالها بيرسينغ اللي دايره قسما بالله الشي هذا منين قال لك البيرسينغ والستايل هذا النوع هذا هذا النوع الدريات عزيز عليه يشد الدري وتيجيروا ليه ديك الكره ديال الحلو بحال هكا وتيربطوه مع السرير وتتكون عندها شي عصيه ديك ديال الحصان ديال العود تبقى تضرب كبيه والعنف تتعنف ما عرفتش اش يجيو في هذا الشيء هذا انا شي نشوف في الافلام حتى قالوا لي بصح هذا النوع باينه هادي هادشي اللي كتسبيد هذا اجي تقول لك ضرب اجي اما تضربك اما تقول لك ضربني راه ما عنديش مع هذا الشيء هذا انا راه عندي مع داك الشيء بلجي تندخل تنطفي الضو نمشيني مع مرتي المستقبليه بيان سور وانا وياها طيح مع النايت بقى انا وياها نمشيني نشوف هذاك الظلام اما عقدني ضربني بديك العود لبسي لي لباس الفرمليه هذاك الشيء ما اخويا ما فهمتش انا هذا الجيل هذا الافكار عندكم هذا المعتقدات العجيبه وتتلقى في الاخر ما تيديروا والو وحنا اللي تتعيبوا ان حنا قدامو بدا تلقاو الغرض راه علاش شحال اجي تتلقى يا المعلم الراجل ولد 18 دري ودابا تتلقى لي كوبل تيقول لك بغينا ان ولا دو ماشي حيد هو ان بغا ولا ان ولا دو حيت المعلم عنده الموتور ضعيف ماشي بحال الموتور طلع يركط له المرسيدس كاوكاو صحيح فهمتي ما تيقولش على بتقار لي الطاسيه مع المرسيدس كاوكاو وتاع الطاكسي اللي تيدخل 700 واط في النهار فهمتي عندك عينيه زوينه توالي زوينه بلاتي شاف بدا باين ايش جوانات وضف فانت بوقع الباين واش هو من النوع ديال الدراري اللي كيعجبوك ولا كيعجبك شي نوع واحد اخر ما عندكش نوع بالضبط غير واحد السؤال عندي هو الوالدين واش نورمال بنتكم تدخل عندكم الدار بحال هكا دايره داك التواشه ودوك التويشات البيرسينغ هنا وفمها حيت انا ما عاديش عندي بالرجل انا اختي تدخل دايره بحال هكا غادي نتشوي معاه وغادي نتصور انا في جريده الصباح اذا هذا الشيء هذا زعما هي حريه التعبير من شغلك ولكن انا بالنسبه لي كمسلم ولا بالنسبه لي كمسلم كبر في البلاد خليني من حريه التعبير هذا الشيء تسمى لانفليون باش يولي عاجي بحال هكا بيس راه ما بيش ما عمرو كان بيس اخويا بالروس خاص البيرسوناليتي اللي تكون كان شي واحد اكبر مني بقاش في مطاليه تبقاش في لاج كاع اللي تصحش معاه وصار مني اها وشنو هو النوع ديال الموسيقى اللي كتسمعي ليه ميتال سيستم اوف داون بتقول لك شي عباب بحال هكا 100% سمع انا شوف والله وقلت حتى دابا غادي نسد هذا الفيديو غادي يمشي في حاله افخو ار ان بي تشيك سمع الافرو بيتس سمع لافا ام بيانو او بلا لا ام بيانو يلاه كنصدو البارح كيفاش تمشي دلا راهو كسعد راهو في الموت كازني انت تحسبي بحال شي ما قادرش نخرج الكلمه اس كيديروا الافرو بيت ستيم فهمتي وكاين كنعرف الدراري كيديروا حتى هما الداز ديال الافرو وكلشي بلان لا لا بلان خصك تاني ما فهمتش انا هذا الشيء هذا شي والله اش هادشي يهضروا بعدا اصلا ديك الساعه كتعرف يلعب كره ماستت الكوال كنا تنلعبوا شقيفه فارع الشبكه بينو البيت ترومبيه هادشي هذا تاع افرو بيت هادشي ما فهمتش اش شنو الافرو بعدا اصلا شنو هاد واش انا عايش والله اخوتي الا شربت بالله تبيري اش وراني صايب والله نجي لكازا مرحبا بك صافي نقدر نمشي لها اليوم بالليل مرحبا بك واش عاجي وراك السؤال سوري علاش بركشي عليا بينا في اكثر من مين بثمان تخيل معايا درت السالفه وتكون قصير راه قصار عليها في يوم هاد الفهم هاد عليا جاني ما عاديش اشرهم الى الارض تقول لك اقصرهم الى الارض اشدهم كفرا ونفاقا اي واحد تلقاه صغير ولا قصير تلقاه مشيطن وحرايمي وفيه الفهم هذوك الصغار قول والله هي ستو غود تو بي ترو صراحه بحال شرط دراما ما عرفتش الريجكشن مني جات كان داز الفايب مزيان عندنا نفس التايب اسمع لنا خو ايغراسي ولا اسمع لي السايل ديال الحوايج ولكن كان السبب قالت لك مشرف راسو قبل الوقت انا فاش كنت قلت لك تلبس السراول مقطعين باش منين نكبر ندير عقلي نلبس هذا الشيء اللي لابس دابا دابا العكس ولا بنادم فاش صغير تيلبس حوايج الكبار وفاش شي كبر تيلبس حوايج الصغار والله وفهمت السطايل المعلم حتى العالم ولا غاجب واحد الطوره غريب اهلا انا صافا كلشي مزيان سميتي مريم وعندي 21 عام كاسكن في تمسنا شنو هي التمسناج؟ عندي الدبلوم ديال الانفوكراف شو لو جو واه خويا الدراري شتي بحالك الله وجهو كبير باش تعرفوا وجهو كبير شاد لي نص الكادر من هاد الجهه انتو شو لتحت هنا انت شوف لتحت شنو ما عرفتش انت؟ رياض 21 عام كاسكن في كازا ولكن باينه فين حرش ريفي كازاوي الله تحيه الناس تاع الريف قطعي ماني انجينيور اوكي في الامس اوكي باهم
شنو كيعجبك دير اخر نهار غير انني نكود النهار كامل راه نكود النهار كامل عندي بايك يعجبني نبقى ندور في كازا داكشي ديال بيمكس ولا بايك عادي لا بايك موتور موتور اوكي قول يا خونا رايدر تو اي واحد تلقاه عنده هوايه تاع الماطر كبار تلقاه اخو عز عليه السرعه ويسرح هذيك الطريق ويعيش هذاك الادرينالين تاع تزاد السرعه غير واحد جاب راسكم الدراري في الطريق نقولها لك كاين بعض المرات بعد ماشي تيشري موطور كاين اللي تيشري موتو جاب راسكم وبي سيف عشيري وسوقو مزيان وعرفوا بانه كاين واحد المهمه تتسناكم في الطريق حتى هي الناس اللي تيسوقو الماطر كبار حيت فريمون هوايه زوينه صراحه ارت هذاك فهمتي ترى واحد هذا كان عزيز عليا الموطور كبار ما كتبش دابا عندي سوينغ اللي هو موطور صغير ولكن تيبقاو الموطور كبار شي حاجه زوينه فهمتي بايك لايف حسن شي عندي كليب باسوني بالكلاب شنو غاف بغيتي تشوف ايه كاع لا بغيتي تشوف اخويا اش بغيتي تشوف اش بغيتي تشوفي كياش بتشوف اخويا كيفاش بغيتي تشوفي سو كيوت يبان الكاميرا يبان في الكاميرا ويبان زيوا عجبني هاد العزيوا هذا بالرجوله مشي لي زوين فمن ولا سمال يفيقني مع 6 الصباح مندوز التجنيد اي 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 سي كيم شي حاجه اخرى مشاني شنو تاتشوز عندك عندي جوج تقدر تصور فين ولا عندي واحد في يديناي وواحد كبير في داري الله اخوان بالرجوله واش ولا بنادم عاجي هادشي تاع التاتوس التاتوس هو التاتواج التاتواج الاخوان حرام زعما واش ما فهمتش كيبان تاع خليني بيني وبين راسي علاش نخاف انا اخوك في الاسلام خصني نصحك راه التاتواج حرام راه لا تاتويتي هنايا صافي سير شرب وكمي وزني وديرهم كاملين اما يمكنش اصاحبي تقول لي واش عندك وقت ما هضرتي مع شي واحد شي ديال هادشي تاع التاتواج واش عندك شي حاجه واش عندك شي دليل عندي الدليل اي واحد تجي التاتواج تتعلق منه هذا هو الدليل اخويا بالنسبه لي بانه حرام اخويا عطانا الله ذاتنا باش نستعملوها في الخير باش نصليو حنايا الذات هذه وهذا الجسم يمسلم فينا عطانا الله يسالف باش نعبدوه وما خلقتكم الا لتعبدوني حنا خلقنا الله باش نعبدوه هذا الجسم هذا كيما عطانا خصنا نحاولوا ما امكن ندوزوا به الدنيا ونرجعوه ما خصناش اخويا الزين نخسروه وما خصناش اخويا نحرطوا عليه وما خصناش بالادب نقتيو به الاغراض تاعنا نعيشوا به نعبدوا به الله نعيشوا به حياه زوينه باش نبقاو طاطواج ونخسروا فهم شلون ما فهم تاع برو بلان قول لي واش عندهم شي معنى طبيعه الحال ما جيش واش من اي حاجه في داك انا ونوشن واحد قرب واحد النهار كنت قتل الطار بالليل عطوني ديك المسكه 4 دريال ديك اللي فيها نص صفر ونص اللعيبه كنت كلتها واحد اللعيبه هو نديرها هنايا لصقات لي عشي مشيت وداك النهار بالضبط كان غادي مع الوالد للحمام قسما بالله عرفتي فاش شاف الوالد هذيك اللعيبه ديك هي ملصقه وتاع المسكه وتتمشي واحد الله الا شي يهزني بحال هكا وديك الساعه معاك الوالد مسكين كان صغير وتيهريني وتيبقى تيحك لي الله يسمحنا بحضايا هكا وتيشدني وتيهزني وتيخ لا جدي هذا الشيء هذا تيكبروا على واحد المبادئ عندنا كبروا رجال عارفين بحق وبقيمه اي حاجه اصاحبي او ماي جاد الصاد مايمكنش فهمتيني ولا بدا خصها تكون عندها شي معنى في حياتك باش دير صراحه واش كتنصح الناس اللي باغيين يديروا تطواج يديروهم ولا بلاتي اول حاجه غادي تقول الحلال مبين والحرام مبين هاني قلنا هاني صبيري مشيني انا كان كيعجبني هاد اللعيبه ديال التاتوز من الصغر ديالي صافي جدي سيدي انني نديرو وما ندمتش على حتى شي واحد فيهم لا ابدا ما تتندمش وهي بلاش غير المعلم فاش تدخل الجهنم والناس يدوزوا على الصراط وتدخل الجهنم وتلقى بعد ما تتعلق منهم وتلقى مع الله تنشرب الحليب العصير من الانهار وحدايا الرسل وحدايا الناس المبشرين وحدايا الناس الجميلين والناس كلشي لابس الابيض وانت تتشوى بهذاك التطواش اللي فاش كانت عندك الفرصه ما تديروش باش تامبريسوني شي واحد ولا شي لعيبه انت اختاريتي ديرو وانا ما درتوش هذا هو الفرق والله رزقنا اخويا الجنه والله يجيكم اخويا الشباب الله يجيكم الله يجيكم الشباب بنادم ما يكونش عاوتاني في شرواسه ولكن انا جاتني شي فكره راه غادي ندير الثالث والرابع كلش جايك انت اللي تحت لا ولكن انا اللي سواق ولكن انت اللي تحت بار بار راه عيطت لك على البار وهنا كيما كتشوفوا راهم بركوا بجوجهم في نفس الوقيته وفاش رجعنا للفار ما قدرناش نحددوا شكون فيهم بركوا الاول اذا نضوا بجوج بالرجل انا ما فهمتش على جانب مواتي معاه هو عزيز عليه التطواج وهي حتى هي دايره التطواج راه هي دايره شي قلوبه وبينها تصنت البوقال فهمتش اخويا انت عزيز عليك الدراجه وانت باينه فيها الكحل ما فهمتش اخويا انا قلتوا لي جيتوا اخويا مع بعض جياتكم السلام هاي هاو ار يو لاباب الحمد لله ماشي تدبر على هذا النوع هذا وحق الله زعما جو سوي كيغيو انت بخير لعبات هذو بعدا لا علاقه بهذوك اللي جابو في الويب باش نقولهم هذو ديمونسيون اخرى اش عندك من عام نكون كبر منك بعدا بجوجهم تيكميو الجوان هادشي باش تعرف بزاف وقيله انت الحال عندك انا عندي 24 داخل 25 ان شاء الله دابا طلعوا لابار ديك الساعه كانوا تيلعبوا في 21 دابا ولاو تيجيبوا ولا ماشي غير تعب دير شي سبور مثل ليا شويه فيت وفيت قلنا شحال عندي من عام شحال عندك
انا قلت واحد اجي اجي دابا مع هذا كبير المخ ديالها تبين فيها و تاتير الجوانب بروها مع هذا باش تعرفوا الجوانب ديما تيكبروكم انا نقول 26 25 والله كانت 25 26 حتى انا خبير في هذا الشيء هذا وقلت لي كبيره اتس ناف دابا نزيد نسول اكثر زعما تنبع تبارك الله سمشي كبير ما شفتهاش هي اجي دايزا دايزا المهم دايزا كاين عشيري ملطاني تاع حربية اخضر واليابس لا نقول لا لاي شيء طالما هو صالح للاكل وصاب اوكي كديري شي سبور كندير اليوغا اليوغا ودخلت كندير سيلف ديفان اليوغا ماشي سبور الرجوله جات عندها 29 عام وجينا دبرنا باش تعطي صاحب يعني واحد الانسان تكون ما تتلقى مشاكل صاحب وهادشي ديال تدخل في علاقه 29 عام صراحه انا بدا عندي 29 عام بالرجوله ما بقاش عندي الوقت باش نتصاحب ولا الوقت باش نمشي مع شي بنت في الطريق ونتشد لها في جهه ونبدا نكذب داكشي تتشوفو كذب ضرامو اي وحده مشيتي معها في الطريق هاد المصاحبه اصلا حرام وانت تتهضر مع واحد ديال واحد الهدف يعني يا تبوسه ولا يا اما انت ولا تسالو بعلاقه جنسيه اللي بجوجهم حرام يعني فاش وصلت 29 عام تيتبدلو ليك الاهداف تاعك حيت انا فاش كنت صغير كان الهدف تاعي هو البوس بنت حيت كنت باقي صغير وكنت طايش ولكن فاش وصلت 29 عام ولا عندك واحد الهدف بانه خصك تكون على الثلاثينات وتتكبر تطنو بديك اللحيه تبيت تبي خصك تكون عندك دار تكون مستقبلك تعاون والديك تخرجهم من الفقر فهمتي تولي عندك طوموبيل ولا عندك اولويات في ديال الحياه من غير تصاحب يعني انا داك الوقت اللي مثلا نمشي ونبقى نبكو على البنت ونبدا نكتب لها بيب داكشي تاع بونجور بيبي كيسكو تو في بيبي اس ان ان سي نو تا مونجي كوا تو تي دوشي او با تا لافي لي بي او با تو راكونت كوا تو مي كيل بارفان في لو شوبينغ اوجوردي رجوله شوف الهدف هو بالاخر البنت تجي لها بحالك باش تكذب عليها باش تجي وصدر صدرجها البرتوش وتجبد لها السنيك اللي هو من الاخر بس سي سي لو سبور كتعرقو معلم اي سبور انا خصو يعرق دليلة علاش السبور خاصك تعرق بالرجولة انا متفق معاها اي سبور تيجي شي واحد سبور ما تيعرقش ما سبور ما بيكالا الكورة خصك تعرق التينيس لك الفولي الباسكيت اليوغا اخويا ما فهمتش انا اصلا شنو هي اليوغا تخيل معايا انت انسان تجير هكا عوض ما تهمهم بحال هكا وتنسى تصلي اخويا تجير اليوغا وما تتصليش وات ذا فاك اخويا علاش انا بغيت نجير اليوغا وما نصلي راه اليوغا اليوغا ديالي هي الصلاة نصلي ونشد اللي خلقني ونتضرع عليه ونبكي عليه فهمتيني هذيك هي اليوغا اما نمشي انا ونبقى نديرها ويجي يجي واحد ويبقى يجي ليا هكا شنو هي اليوغا ضروري ضروري كتجيني اي حدا مكاش كتجيني اي حدا مكاش عارف واش فيها ماشي بلا فيها جدي و ضروري تعرقي ولكن بين عندها شخصيه زوينه ما نكذبش عليكم انا تنعرف نجيجي بلا باش تحس بالصبر هذه هو هذا ضري صراحه دمونيك ساعه المره زيد شويه زوين نو من الاداء على المره الجايه دابا الا كانت اليوغا سبور والفوت سبور وباسكت سبور اذا اصلا ماشي زعما ما كيدارش نفس التجهيز كيدارش الميم افور علاش غتحس بها سبور حتى السبور هو واحد الرياضه اللي تيخدم فيها قلبك اليوغا ما تيخدمش فيها قلبك انا بالنسبه لي رياضه هي تيخدم قلبك الدم تيبدا تيدور اليوغا تبقى يوغا فهمتيني ما فهمتش اصلا هاد اليوغا داكشي تاع الكفار علاش بغينا نديرو حنايا فهمتيني الله سبحانه وتعالى امر في القران باش نديرو ثلاثه الحوايج يا اما السباحه فهمتيني يا اما ركوب الخيل ولا رمي السهام علاش هادشي مذكور في القران حيت هادشي تيساهم في الحرب هادشي داري اليوغا ها هو داخل عليك العدو ها هو العدو داخل عليك ها هو الباب داخل عليك العدو بحال هكا جي ونزع عليك السيف اش بغيتي ديري ليه بحال هكا الوغ كو انا مثلا جا عندي العدو تنسبح فهمتي دخل عندي عدو نهار ديك بحال هكا ديك تشاف ونبقى تنكذب وتنجذب هذيك سمع 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 وهاني هربت من العدو جا عندي العدو بحال هكا هجم عليا غادي ندور تندير السهام ديك خوا وهذاك السهام عاد يمشي وغادي يخترق لي الجسم تاعو وهاني قتلتو هاني استاب فهمتيني جا العدو فهمتي بدا يعاود غادي نبدا ديك خوا علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل ورمي السهام سلام عليكم سالينا احنا مسلمين تتبع القرآن الكريم اليوغا طفاك صعب هاد الرياضات العجيبة تاعكم هاد من جبتهم لي ناصر انت باش كيعجبك دير لها فوق سواقي انا كيف السواقي هاني نقول هاني لا صراحة وباسك انا يا علم باسكت رياضة زوينة جدي في باسكت بزاف وفي شي حاجة أخرى من بعد شعر الله يصبرك طويل نيت مزيان لا متر 94 هذيك الحاجة أنا كنت بغيت نعرفها بالرجول بغيت نوقف لك أختها ما بقاش نبان في الكاميرا لا وقف نشوف يوقف أنا لا مايك تبارك الله
بغيت نبوزي واحد قصير مع واحد طويل، ولكن بالرجوله انا النظريه ديالي البنت ديما عزيز عليها اللي يكون طويل عليها. الاغلبيه تاع البنات تيكونوا قصار، انا بيرسونيلمون البنت خصها تكون عزيز قصيره باش نتحكم فيها، باش نهزها نسرك لها نجري انا وهي داكشي تاع كندورها بيجيها تحس بالرجوله. اما البنت الا كانت كبره منك شويه في شكل بالرجوله ديروس. تانتي وقفي شوفوا شحال فيك في الطول. مترو شحال؟ 68. البنت كبره مني صافي ضحكت معاكم قلت بنت بحال بنتي. انا عيطك ماما، انا عيطك ماما حسن. هو انا بعطف لا شوف عليك تقول لها هاد اللعبه دابا انت بحال احتقرتيها. السن هو غير مجرد رقم. 23 عام انا جاتني باقي جون الرجوله ماما. لا لا شوف عليك خريتي انا. ايوا ماما ايوا لا 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 شابين ثلاث كيبيك علاش تقول لها ماما؟ وما عندها 75 عام، ما عندها 73 عام، طبعا تمشي تجوج بامي ما عندها 79 عام اصاحبي، جلط مجلطة بحال هكا وما تيقولهاش ماما. واش بقيتي هادي هي اللي بتهز ليك بهاكشي هادي؟ والله إلا بروفيسيونيل عليك هادي، هتشد هي تشد ليك فيديوك وتوريك كيفاش تشيل الحاجة باينة فيها موجهة، سيدة مدوزة. وتقعد الركراك وتقعد الركراك علاش؟ ماما باينة 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 تمنيتو ماما صاحبي شكرا كبسناما ورا ماما راه ما كتبش اللي صحابو كذبتش اللي قال راه كذبتي كتب شي حاجه في الكومونتير. الواحد وليت بالراي تاع عشيري كاين كاين رغبه الخساره. الله مزيان خايف ياك توا شطف لينا براسك وطفاك. هذا شي قبل السيبر، هذا بدا شي يهضر لي على السيبر وداك الشيء ديال الانترنيت فهمتيني باينه فيه ما محسنش. هذا شوف بدا شي يهضر لي على داك الشيء ديال الانترنيت ماروك زي قول فادور واش تلعبي ليغو في ليجند هذا جيمر احلام وانت يا سيد. والله اختي احلام كون جلست قدام بهاد القلدات. والله اختي احلام كون جلست قدامك بهاد القلده وبهاد الاوره وبهاد الشاكرا اللي فيا لا ما طيحتك انا مراج ما عرفوليكش. والله ما عرفوليك بالله. بسام سينيو موستاج موستاج افكت يا بينا في حرش ابات الحروشيه بغات الزو اجي بغات اللي حكمه اجي بغات اللي شد لا يتجاوز لا الاصفاد. خير يا يسو. اوكي سمير احلام عندها بصرفك صرفين الزمن واعر الدريان كاين كاركتر كاين هيبه كاين الاورا خذ التحكم باش هو الاول قال السلام وجلس تاخذ الوقت ديال الشاكي عجبها الحال طوط. انا تيبان لك الفرق ما بين كيفاش تجري السيسو يقدر كل الدري الاخر ما عندوش تجربه عاش حنا ما تنجيجوش حتى نرياكتيو. سو كيفاش الحياه كتعاود لك؟ يو جود اوليز مطال مزيان يس يا فان فاين وشويه المديتاسيون شويه مديتاسيون شويه. سو عزيز عليك تكون عطاي مع راسك ياس نايس نايس حاجه مزيانه هكا كتجرب ديرها مره واش كنزرب نديرها مره مره صراحه هذا اكزام صعيب لبزاف ديال الناس ما يمكنش انا نجي ونقولوا بلي غنتكون عندي مره كتاخذ كتاخذ بغيت نقول شي حاجه ما قدرتش حيت بالي غادي مزيان صراحه بزاف ديال الوقت حيت غير كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كيلاريوك. سو هذا واش يتفلع على البنت هذا 100% دير بحال خونا اللي في ليبيزود اللي فايت هذا تيغريها بالهضره تيتيها تيجرو الحرام وشيمشي هذا 100% صياد ديال الدريات هذا عنده تجربه في الحياه تكتب على راسك اللي قلتي ديك اللعبه راني فريمون كونيكتي مع راسك. مي مزيان عليك شي كدير اليوغا حاجه مزيانه اتس نايس عندك ريفريشينغ يو لوك جود يو لوك جورجيس اغين شي بنادم تغزل الغزال داك الشيء ما درتش الدري قبل يو لوك غورغوش يو لوك غورغوشي يو لوك غورغوش يوك ناش يعني فريش يعني تبدا لي جديده ماشي تيعجب البنات شكي تبدا سمخرجات القبات الزين من هنا. ثانك يو عتي بغيو الفو اولدر 29 29 نايس سو جود اكسبيرينس انا كبير كبير في اوف ويكنس اولد انا وعلى الجو اول واحد غادي نصفق ليه اول واحد غادي نصفق ليه نمشي الاعجاب ديالي ما قلتيش لاج ديالك وبينتي لك انك اسيماتور وبينتي على انه الرقم مجرد عمر وبينتي بزاف نايس كاين دراري بحالي في العقليه تعال نشوف شنو ديري تعال نروح تمشي تقول لي زعما شي سكيبي لاج ديالو يا سلام صغار مني جبني نشوف شي واحد بحالي في الافكار فهمتي دابا هو باش يخليها ترتاح يقدر يقول لها جيك 22 23 تقول لي صغر مني لا تعشق التحديات هذا باين عز عليه المهم جاست اولد انف كيفاش اولد انف كبيرني كاع السيتيواسيون كل سيتيواسيون عندي اوج اوكي شنو ديري لايك شنو كيعجبك ديري الهاويز اللي عندك شنو بزاف كيعجبني نرسم كيعجبني نتفرج في فيلم نبدا كل كاتيجوري دو فيلم افلام
كيعجبوني الدراما بحال الافلام ديال 7 وكتعشاو شي كريتيك دابا كان كنتفرج كانسان اللي كيكريتيكي ماشي كانسان اللي كنكونسومي. اوكي واتس يور فيفوريت موفي؟ ماي فيفوريت موفي شاوشك اوف ذا شاوشك ريدمشن. عرفتها وي ما عرفنا واش شي تيقولوا بالله انا نتفرج في البرتقال مره انا ليا باقي راجع نتفرج دوك الافلام تاع الدبلجات العربيه شحال هذه. يس كاين واحد الحاجه اللي كنت نتفرج فيها تخلي لي شي ميساج اللي شي حاجه اللي تنفعني وجهارا بلان بحال انا عزيز عليا نتفرج دوك الافلام اللي تيكونوا قصه حقيقيه بالروج ولا ماشي نتفرج شي حاجه تاع الخيال تاع دوك الحيوان تفهمشي تلقى قصة حقيقية في لعبة طرات شي حاجة بالزمن طرات لي انا عزيز عليا نتفرج في لي ترو ستوري بالرجول شوية على راسك سميتي عدنان عندي 23 عام بعد هو دخل في البريزونطاسيون شحال عطى الدراري هاد عدنان مع عدنان عندي كلوث اند براند كندير يوتيوب شراوت للدراري كاملين بيناتكم واحد الحاجه هذا شي واحد معروف خويا هذا اللي اون كومون هي بجوجكم عندكم الفولورز وكديروا انستغرام ياك عشيري خونا انفليون لا جي انفليونسر بايس شنو كدير في انستغرام دابا غير ريل نعم وكيعجبني بزاف ماشي كيعجبني بزاف الفولورز ديالك كيعجبهم انني نهضر غير على راسي ما عرفتش شحال كتشد الفولورز شي واحد السيد تهضر بحال هكا شنو هي الحاجه اللي يونيك كتخليك تهضر على راسك باش نجي انت رساو شي حاجه اللي كنعيشها مثلا شي نهار وقع لي شي حاجه كنت كنقولها ليهم بقاو يموتوا من الضحك. اوكي سو كيعجبك انك تبارطاجي الوايب مزيان. ايه عندي واحد الكويشن باش هو عارف على جوج باش تعرفوا الكومبيتاسيون انتريسون والله الا عجبني هذا عجبني الدراري هذا بالرجوله تقدر تعطيني جوج ديال لي ريد فلاغ اللي فيك اجي هذه اللعيبه اجي بالرجوله بيتكم تشرحوها لي في لي كومونتير تنسمعها بزاف الريد فلاغ والبيلج فلاغ ولا شي لعبه فيرت فلاك والضرب والحمر هادشي معني هاد السبيد انا ما عرفتش شنو هو هادشي هذا شرحوا لي الدري تاع الريد فلاك والجرين فلاك وهاد السبيد تاعكم اذا انا ما عرفتش هاد الريد فلاك يلاه بين كتاش فاش شنو هو الريد فلاك. اوكي ضعيف نتعصب غادي الاولى الحاجه الثانيه جو سوي هايبر سنسيبل هايبر سنسيبل الريد فلاك واخا هما العيوب ياك وي اوكي اوكي وكنت كتظني بان هاد الحاجه هادي مشتركين فيها انتوما البنات ولا غير عندك انت راسك؟ اي دونت نو انا اللي كيهمني هو راسي ما كيهمنيش اوكي ويس غود هاي داين باجي حاجه تعرفها عليا اتس فاين يو نو فيل فري شنو الحاجه اللي ما كتعجبكش في البنات؟ الحاجه اللي كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ما كيعجبونيش في البنات بحال بزاف بحال كتوب اها كتوب صعيب هاد اللعبه هادي حيت اغلبيه البنات فيهم الكذوب صعيب عرفت علاش شحال من بنت وي تلقى صعيب نلقى شي بنت اللي تحبني ونحبها ديما تيكونوا دايرين الكذوب وباقي ما تلاقيش مع الانسان المناسبه اللي تحبني بكاع الجوارح ديالها حيت اي بنت تقت فيها وحبيتها الا وضعت تهضرني ولا توقع بيناتنا شي بلان وما تنكملوش البنات تيجوني مع الدراري في هذا الموضوع البنات تيكذبوا اكثر ما تيكذبوا الدراري الكذوب ديال البنات مجهد على تاع الدراري واخا حتى الدراري تيكذبوا الا هو تجني البنت فاش تكذب شي حاجه اكستريم على الدري حيت الدري تيكذب ولكن ماشي عارف كيفاش يكذب البنت اون حيت باش تخرج عندك البنت وتكذب على دارهم وتقولها غادي عند صاحبتي ولا غادي انا وتقرا وكذا وشي بلانات باش تجيو تلاقى معاك الا ولا صعشني باش تسلت من الاهل ديالها حنا الدراري ما نقدرش نقول لكم زعما انا الراي ديالي وصافي بلا احترام انا سيلي ما كانش اي هاف ا جاي فريند نا رجل بلاتي وانت دوك شنو اللي عندهم البيست فريندز وداك الشيء انا مثلا شوف باش نجيك من الاخر اي واحد دري ولا تهضر على راسي انا ما عمرني غادي نكون فريندز ديال دريه ولا بيست فريند ديال شي دريه علاش غادي نكون بيست فريند تاع دريه الوقت اللي غادي نضيعو مع دريه نمشي نضيعو مع دري عشيري نمشي نلعبو كره نخرجو نمشي نسافر انا وياه نزهاو كيفاش دريه على دابا انت هي دريه ولا دريش بغيتي تهضري معايا في اولويز تهضري معايا في لي غيغل تهضري معايا في هذا انا نشوف دري تيجي شي تغزل ولا انت غادي عند دري تلاقي معاه وتتعاود ليه على دري وانا كذا وات ذا فاك ما يمكنش الدري والدري يكونوا بيست فريند انا هذا القاموس عندي وحيدوه ليا ما يمكنش ليا انا البنت مع الدري يكونوا بيست فريند خصوصا شي دري اللي هي زوينه وتكون تقول لي انا بيتك بيست فريند نجلس ليك حوايج ساكله تجيني معلق ياك علاقه شنو هو هذا الشيء هذا فاش بغيتي نهضر معاك اش بغيتي نقول لك دخلت درت العاده السريه ودخلت ديك البنت اللي عجبني واحد الدري عندها واحد الفورمه ما جاتش بلا ما ندسكي سوا اللعيبه باينين انا شوف انا انسان بلدي تقليد فين كيدك كاين عشيري الي سو وي بحالي طبعا ولكن بلاتي انا باسي عروبيه ولكني كنبقى اوفيغ ديسبري سؤال سؤال دابا الا مشيتي عند ماماك عندها صحاب دراري وي اها عندها توا صحابات وبنات اوكي بيرفكت غير هو انا كتجيني هاد اللعيبه هادي ديال انها فهمتي داك الدخول والخروج بزاف مع الدراري بحال ما كتعطيش واحد يو نو
بحال ما كتعطيش واحد لافالور للدري اللي انت اللي انت ما خليك من الدري. واش انا مصعب مع الدري ولا مدريه تاعي ومشي لا مع الدري وشوفهم؟ راه انا ما راجلش، راه هادي هضره معقوله. انك واش تكون انسيكيور ولا ما تكونش انسيكيور؟ غير لو في ديال ان فهمتي الدري بزاف ديال البريزونس ديال الدراري في حياتي ديال واحد البنت كتخليك انت كدري هي كتخليك تبان في واحد المقام اللي ناقص. ورا فوالا راه دابا كيبقى في البنت مثلا مثلا وانا عادي وتقول لك مثلا لا خصني نمشي نشوف ماي بيست فريند سنورمال ما يجبش الا 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 كنت تحط في هذه السيتوياسيون سؤال واحد اللي نقدر نسوله از شنو هي ديك الحاجه اللي عنده هو وما عنديش انا باش تمشي تشوفي حتى انا نفكر بحال هكا حيت انا بلجي بحال هكا شي النوع ديال البلاجر اللي كتلقاي في داك الدري وما كتلقايش معاه هادشي اللي كاين. So it's like this. Okay, ولكن هذا البروبليم هذا اللي كتهضر عليه كتهضر على وحده اللي مثلا ما عطيكش لا فالور ديالك اسي وعطيها ل باش دابا فاش كنهضروا حنايا على واحد مثلا ريد فلاكس ولا شي حاجه بحال هكا ماشي بالضروري انا انسان اللي فهمتش كنقدر نانليزي دوك لي ريد فلاك من الاول ماشي بالضروري حتى نحط راسي في السيتويشن ديال انني تكون عندي شي حاجه مع ديك البنت فهمتي حنا كدراري نورمالمون خاصنا الا شفنا واحد الحاجه ما عجباناش من الاول ما ندخلوش عليها حيت بحال كتدخل على واحد الماتش اللي خاسر. ودابا المشكل الدراري فلاك عندي انا عندي بزاف ديال الدراري صحاب سلايس عادي الحياه نقدروا نمشوا معاه واحد السلاسل كاين سانشو كيوت الدري واعر هذا شي مقوله ديال بريسلي الله يرحمه قال لك يو نيد تو بي لايك واتر. واي يو نيد تو بي لايك واتر؟ يو نيد تو بي لايك واتر ماي فريند بيكوز يو بوت واتر ان ذا كاب واتر بيكام ذا كاب. يو بوت ذا واتر ان ذا باتل ذا واتر بيكام ذا باتل. يو بوت ذا واتر ان بانيو ما عرفتش سميتو باللغه هي كام ذا بانيو بي واتر ماي يكون سلس. صراحة عجبتني هاد الكونفرساسيون اللي دارت بيناتكم بزاف. انا غنعاود نسال مره واحده اخرى الا ما بركتوش عليا راكم معايا. انا بانو جاوني مراتشي انا قلت واقيلا لوفيتا عندها بزاف ديال الدراري صحابها. لا ام سوري بليز دونت تيك ات دونت تيك ات عادي غير ما شوفي تشي حاجه زعما ما بيرسونالي ولا شي حاجه غير انا عارف فين شكون انسان عنده ليبل حاجه واحد اخر اللي غادي نعاود نركز عليها كيز يو لوك جود ثانك يو ثانك يو سو ماتش اي مين الدراري كلهم زويونين ودفا والله ما تلقاي ما احسن مني بالرب باقشي اهل ساندرد اخونا هذا الاخر هذا عنده السلام بلاد تقول لي السلام يتسلم معك تقول لي السلام يعاود يتسلم معك صافا صافا تو الحمد لله عريس الحمد لله واو دو كيجي يديروا لايك الحكيمي فاش يلبس داكشي ديال الاول لابسه نظاظر كبار غوز مع ديك القراصه ديال ماشي ديك ديال الحوايج في الغوز ولابسه دوك الكوكياجات ديال القناوه باللي هو عند العرش تاع العنب خارج لا ميتيام تحت لكم الدبار طوال هيت اخر شويه ديال الصاد في البلاصه ولكن ما نجيو ماشي مشكل ما كانش صاد شباف واجاك الصاد فكر انت انا انسان سخون كلنا سخون اخويا كلنا سخون يا اخو البرا هادشي يا اخو البرا ومن الفران وما قال على راسو سخون تقولها انت يا اخو سخون عادي ولكن بدا واعره والله حرام انا انسان سخون فرقع لا لا دكالي نيت اوكي شنو هو التايب اللي كيعجبك في الدراري علينا الدراري طوال او ما الدراري الطوال صراحه تجي ما الدراري الطوال عندهم واحد ليفيكت على البنت من تحت البنت راه كتخسر من الدري ما عندهاش معنى بالرجل هذا هو سو انا قصر عليك تونر دانيال طوعت ثاني صاو صاو راه فيلم الخليع فان انسحب المباراه ماشي ديالي بعد سوري باش عجبني تقبل العيبه بانه قصيره وكذا ماشي زعما صح انا بعدا عجبني الدري هذا تنصفي انا عشان حسيت راه من ريسبيت واحد شي يعجبني كيفاش تيهضر شي يعجبني كيفاش تيفكر ناضي ناضي هذا دري زوين يا ماي نيم از مو واش الدراري اليز الريجكشن صراحه كانت متفاهمه حاجه عاديه البنيته طويله عليا شي شويه زعما كانت هي الحلقه تاعنا عجبتكم الحلقه عجبتكم الرياكسيون كنتو بزاف في الرياكسيون من هاد تنزل تحت الضرب كومونتير تقول لي اش بان لك اي حاجه بغيتوها ما تنساوش لايك في تويتش ان شاء الله الاول تاع رمضان تنحبكم كان معكم خبط الصابري ونشوفكم ان شاء الله في رياكسيون جديد.